الله تبارك وتعالى. ومن حكم الفتن فضح المنافقين والمندسين، فهذا من حكم الله عز وجل أن الله يظهر المنافقين ويكشف حالهم، يظهر نفاقهم ويكشف أمورهم بين المسلمين، كحال الذين ينصرون اليهود اليوم ويعينونهم على المسلمين، أو كحال الذين يدعون على المسلمين بالهلاك، أو يفرحون ويشبتون بما حل بأهل غزة، أو يخذلون عن نصرة الإسلام للمسلمين فيذكرون المسلمين أو بعضهم بالجراحات والخلافات والنزاعات القديمة. هذا هو حال المنافقين الذين يكشفهم الله جل وعلا ويظهر سوءاتهم في مثل هذه الفتن. واعلموا رحمكم الله أن الله أن المسلمين قد أجمعوا على أن من أعان الكفار على المسلمين لأي سبب من الأسباب، سواء كان لأجل الطمع في الدنيا أو لأجل عداوته للمسلمين أو خلافه معهم أو ما شابه ذلك، لأي سبب من أسباب الدنيا، فإنه لو نصر الكفار على المسلمين فهو كافر مرتد بإجماع المسلمين. لو نصرهم بالقول أو المعونة أو المشورة بأي نوع من أنواع الإعانة، من أعان الكفار وقت حربهم للمسلمين بأي نوع من أنواع الإعانة فهو كافر مرتد بالكتاب والسنة والإجماع. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. من يتولهم أي من ينصرهم، من ينصر اليهود والنصارى ويعينهم على المسلمين فهو مثلهم، فهو يهودي ونصراني. وقال جل وعلا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. قد برئ الله جل وعلا، برئ ممن أعان الكفار على المسلمين وولاهم ضد المسلمين. ومثل ذلك من رضي أن يهجر المسلمون من ديارهم وأن يستحل العدو الكافر ديارهم وأن يطردهم منها، من رضي بذلك وفرح به فهو كافر مرتد بإجماع المسلمين. هذه أمور من النفاق والردة قد يفعلها بعض الناس، كالذي يظهر الشماتة بما جرى على أهل المسلمين في غزة، أو يظهر الفرح لذلك، أو يقول يطردوهم، أو يقول يقضوا عليهم، أو يشير عليهم، أو يتمنى أن تنقطع المقاومة وأن ينقطع الجهاد، أو أن يصف جهاد المسلمين من أهل غزة للكفار يصفه بالإرهاب وأن هذا أمر محرم وأمر قبيح، فيريد من المسلمين أن يرضوا باستحلال الكفار لديارهم. لا شك أن هذه أنواع، والعياذ بالله، من أنواع النفاق، النفاق الظاهر. بل الواجب على المسلم في مثل هذه المحن، الواجب عليه أن ينصر المسلمين وأن يعينهم بكل ما يستطيع حسب وسعه وطاقته، يعينهم بالدعاء، يعينهم بالكلمة، يعينهم بالتنشيط، يعينهم بالمال. وكذلك الواجب على الدول الإسلامية أن تعينهم، ولا يجوز لها أن تخذلهم وأن تسلمهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، أمرنا بنصره ظالما بكف عن الظلم، وأمرنا بنصره مظلوما. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم للمسلم، قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، أي لا يتركه بغير معونة حتى يتسلط عليه أعداء الله تبارك وتعالى. فمن الخطورة بمكان أن